thank <laughs> you مساء الورد والسعادة مشاهدينا في حلقة جديدة من رايكم شباب مثل ما تعودتوا تشوفونا من السبت للخميس من الساعة خمس للساعة ست في فقرات كثيرة ومتنوعة خاصة في الشباب، اليوم راح يكون معنا موضوع جدا مهم نشوف اغلب الناس في في العالم كله عندهم هذه المشكلة، لكن مثل ما تعودتوا في كل خميس يكون معنا تقرير خاص لأمريكان تعرف على آخر وعروضهم لفصل الصيف اليوم راح يكونون معنا وقفة معه. هارديز، اليوم راح نطرق لي موضوع جدا مهم مثل ما قلت لكم اللي هو الفوبيا. في ناس وايد او اغلب الناس تكون عندهم هذه الانواع من الفوبيا سواء كانت من المرتفعات، اماكن مغلقه، ايا كان خوف شديد او هلع هلأ مثل ما احنا نقول. راح نتناقش مع هذا الموضوع مع ضيفنا الاستاذ سعود الفرحان وهو ممارس متقدم معتمد في البرمجه اللغويه العصبيه ومعالج متقدم بالتنويم الايحائي. راح يكون اكيد حوار جداً جدا مشوق لان ناس كثير تعاني من هذه المشكله لكن ما تعرف شنو هي اسبابها او ممكن تعرف اسبابها لكن ما تعرف شو هي تبدا تتخلص منها موضوع حلقتنا مرتبط في ضيفنا مثل ما قلت لكم فانت وكشاب أو كشاب او كشابه هل تعانون نوع من انواع الفوبيا او الخوف الشديد من شيء معين يا ترى شنو اسباب هذا الخوف وشو ممكن انتوا تبدون تتخلصون منه فتقدرون انتوا يعني تقولون لنا رايكم والخوف والفوبيا اللي تعانون منها عن طريق الارقام اللي ظهرها اسفل الشاشه وايضا عن طريق السوشيال ميديا تويتر @trycomas واكيد راح اقرا كل تعليقاتكم على الهواء يمكن الخوف او الفوبيا مثل ما احنا نقول هو مو الخوف الطبيعي اللي متعارف عليه هو الخوف الشديد من شيء معين يمكن يكون يسبب خفقان للقلب بشكل وايد كبير وسريع دوخه يعني هذه الاعراض اللي ممكن الواحد يكون تحوش اذا شاف شيء هو يخاف منه بشكل وايد كبير على على الناحيه الشخصيه انا احس ان ما عندي فوبيا من شيء معين يعني خوف شديد من شيء معين لكن يكون عندي خوف بسيط او يعني ما احب اكون مثلا في مكان مسكر حيل مثل اسانسير ايا كان او حتى لو كان اسانسير في اثنين ثلاثه ما افضل ان انا اركب يعني اكون في هذا الاسانسير ما احب المكان يكون فيه يعني ضيج ومكان يكون مسكر هو مو هو مو فوبيا لكن هو خوف يكون ممكن نوعيته خفيفه اكيد راح اشوف شنو ممكن الواحد يخاف منه يعني كنت اعتقد ان انا تكون عندي فوبيا من الحيوانات المفترسه لكن في اخر فتره يمكن شفنا تقارير في رايكم شباب مع شيتا مع لبوه كانت شفت ان انا ما عندي خوف من الحيوانات اللي تكون مفترسه اما في بعض البنات يكون عندهم فوبيا انا احس شويه هي مضحكه اللي هي يعني مكرم من الحشرات اللي تكون صغيره وصغيره وايد يعني حتى من النمله ممكن يكون عندهم هذه الفوبيا يمكن هي رقه زايده عن بس ما يندرى احس هذه الفوبيا بدات تنتشر بين البنات بشكل كبير يمكن تكون في فئه صغيره منها ترى يعني على على الجانب الشخصي إن هي ما تخاف منها لكن اذا كانت بين بنات وايد يعني نوع من ان هي بنيه ولازم ان هي تخاف من هذه الاشياء في في فوبيا ضحكتني على جانب الحشرات وايا كان عندنا احدى الزميلات معي تعرضت لكسر في الخشم بسبب انها هي شافت حشره صغيره بعيده عنها وركضت وطقت الباب وانكسر خشمها سلامات يا فاطمه هذه من زمان السالفه انكسر خشمها بسبب خوفها من هذه الفوبيا اللي تكون عندها فهل صحيح ممكن تكون فوبيا تسبب لنا اصابات مثل هذه بشكل وايد كبير طبعا في انواع كثيره من الفوبيات وفي حالات تكون غريبة نوعا ما راح أكيد نطرق لهذا الموضوع مع ضيفنا لكن خلونا الحين نتوقف لأول محطة من محطات رأيكم شباب مع أمريكانا وهارديز نشوف شنو مقدمين في هذه العروض وراجعين مساء الخير احنا اليوم موجودين في احدى مطاعم سلسلة امريكانا مثل ما تعودتوا في كل خميس يكون معنا تقرير خاص لهم اليوم موجودين في هارديز وتحديدا هارديز البداية عشان تعرف على الساندويتشين اليدد بينضافوا لمنيو هارديز شوفونا خلتا تقدم وجبتين يدد من الجراندي اولهم هي جراند لاتينو اللي تحتوي على قطعه دياي فلي وجبنه سويسريه والجارليك صوص وايضا اللي تحتوي على فلفل اخضر وفلفل احمر وكلها موجوده في خبزه جراندي هي جراند لاتينو سبايسي اللي تحتوي على خس وطماط وقطع من الدياي المشوية والجبنة السويسرية وأيضا التشيبوتلي صوص كلها موجودة في الجراندي الحين في فصل الصيف والجو وايد حار فالواحد محتاج لشيء يسرسح على قلبه وهم يحلي فيه بعد الغداء وبعد العشاء فهذه عندهم منيو خاص في هذا السويت خصوصا الملك شيك اللي عباره عن اربع انواع من الستروبري اللي هو الفراوله وفي منه الاوريو والشوكليت وفي منه ايضا الفانيلا وغير هذا اللي ما يحب الملك شيك في عندهم اللي هو الشوكليت شيب كوكي اللي هي عباره عن قطعتين من الكوكيز وفي بينهم ايس كريم هذه وايد لذيذه وهذا بعد. تقدرون تطلبون وجبات هذه اما بزياره افرعهم الموجوده في الكويت او تتصلون على الخط الساخن 138333 ورجعنا بعد هذا التقرير الخاص لأمريكان مثل ما تعودنا فيه كل خميس نشوفه وعلى سبيل الفوبيا والفوبيا اللي حالاتها تكون غريبه اليوم راح اطلع فضايح كل اللي معنا بالراي والفوبيا اللي تكون عندهم في عندنا زميل حضر وراح شاف فيلم ماما اللي كان من تقريبا ثلاثة اشهر او اكثر تقريبا وبدا يخاف منه فهذه هذه فوبيا تكون غريبه نوعا ما في في هالفتره قاعده اشوف حتى البنات يعني يمكن انا رحت كم فيلم مع واحده من رفيجاتي كان عندها فوبيا بعد من ان هي تشوف دم تشوف في حالات ممكن نقول طائق ما بينهم ما تحب تكون في في فيلم يكون في هذه النوع من الأشياء أو تكون الأكشن هذه ممكن تكون سليمة الوحدة تكون ما تحب أنها تشوف أشياء تكون فيها عنف عندي معلومة خاصة تقول أن سكان الولايات المتحدة 50% منهم عندهم فوبيا من انقطاع الخدمة على الهاتف المحمول يعني ما يعني يعني الخوف لما يوصل لنا الواحد لما يصير ما في انترنت في تلفونه 50% نسبه وايد كبيره مقارنه فيهم بس يمكن اعتقد أنه بسبه كثره العمل وانشغالهم يمكن يكونون يقدرون يدزون ايميلات فيحاتون انهم شغلهم يبدا يتاجل ممكن هو يتاخر فاتوقع ان تكون هذه الانواع اللي تكون عندهم من خلال الولايات المتحده في الكويت قاعد اشوف اكثر الحالات اللي تكون فيها فوبيا اللي هي الاماكن المرتفعه اللي تكون سواء كانت في الاماكن الترفيهيه اللي تكون فيها العاب عاليه ما يحبون انهم يركبون وحتى اللي تكون المباني الوايد عاليه يعني على ذكر هذا الموضوع عندنا الدكتور في الجامعة ودانا رحنا قبل لا يبطل إحدى المجمعات اللي هي أكبر ناطحة في الكويت رحنا لهذا المجمع وصلنا لقمة المجمع كان منظر وايد حلو كل البنات اللي كانوا معاي ما كان عندهم جرأة أنهم يوقفون على حافة المجمع ويطلون معنا كان ما في يعني جام ولا شيء بعد ما بطل فكان عندي هذا التحدي اني اوقف وطالع وصورت ونزلتها حتى بانستغرام موجوده وانا مصوره وواقفة وما كان بيني وبين الحافه تقريبا لي الركبه فقعد اكتشف ان انا للحين ما عندي فوبيا معينه من شيء معين اكيد راح نستمر في موضوعنا هذا وخاص في الفوبيا واسبابها وحلولها لكن من بعد هذا البريك ورجعنا بعد هذا الفاصل مثل ما قلنا اليوم راح يكون موضوعنا جدا شيء خاص في الفوبيا وانواعها واسبابها وشلون ممكن الواحد يتخلص منها ويبدا انه هو يعالجها راح نتعرف على هذا الموضوع بشكل اعمق واكبر مع الاستاذ سعود الفرحان وهو ممارس متقدم معتمد في البرمجه اللغويه العصبيه ومعالج متقدم بالتنويم الايحائي حياك الله الله يحييك اختي شرفتنا اكيد اليوم يمكن موضوع الفوبيا ممكن الناس تصير تتفاوت منه تقول تخاف من شيء وايد صغير على بالها ان هذا فوبيا فيا تفاصيل او تعريف خاص للفوبيا. اوكي، يعطيك العافية اختي. المخاوف بشكل عام تندرج تحت شغلتين، فوبيا وقلق. <applause> فوايد ناس يقولون انا اعاني من فوبيا مثلا لما اتكلم امام الجمهور، ولما نقعد معاه كشف الواقع هو قاعد يعاني من مو فوبيا، هو قاعد يعاني من قلق شديد، ويتكلم قدام الجمهور. الفرق بينهم الـ 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 الخوف المتعلق بالقلق انه فرضا ان انسان متوقع ان يكون عنده ايفنت قوي عقب اسبوعين او ان حدث قوي لازم انه يصير خلال اسبوعين ممكن يكلم القاء جام امام رئيس مجلس اداره شركه او انه يقود حدث كبير فقبلها باسبوعين يقول قدام اسبوعين ماكو مشكله عقب 10 ايام يزيد القلق اكثر قبلها باسبوع لا في شغله ممكن يكون قبلها بيوم لا خلاص ماني مسوي ماني قادر بينما الفوبيا لا، الفوبيا مثلا في ناس اللي يخافون من الاسنسير كمثال تلاقيه مجرد ما انه يوقف جبال الاسنسير يتبطل الباب تشتغل عليه على طول. آه. نبضه قلب، تعرق سريع، ما اقدر اتكلم، بعض الاحيان انه يكون اغماء يحوشه، م. يتجمد بمكانه يقول ما انا قادر ادش ما راح ادش ممكن قبل يدخلونه داخل الاسنسير ممكن يقاوم بشكل شرس. صح فيبي يحمي نفسه. الفوبيا شنو هي بالضبط؟ هي برنامج حماية من اللاوعي تجاه الشخص نفسه يبي يحميه إنه ما يمر بتجربة سابقة مر فيها أو إنه يكون سمع عنها. نعم. يعني الواحد لازم انه يكون هو متعرض حق هذا الشيء او سامع عنه إيه؟ فمعناته هو يخاف آه يعني خوف شديد وهلع انه هو يصير فيه نفس ما هو صار فيه اذا هو شافه او تعرض له مره ثانيه. اذا 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 مر فيه او سمع انه ممكن مثلا ممكن الثاني يمرون في نفس التجربه بس ان الشخص يتوشف بموقف بي هذا بينما الاخر ما يمر فيه لان الشخص اللي وهذه مو غلطته هي آه هي تغيير كيميائي في المخ وتغيير آه كهربائي في المخ وكيميائي في الجسد والجهاز العصبي كله ممكن يدش هو في حاله ذهنيه عاليه تجعل يتقبل انه تكون في من الموقف هذا مثلا انا مساعد قاعد اقول فيلم فاينل ديستنيشن في بذكر في موقف قوي الطياره تفجرت و والناس يورون داخل الفيلم بلا شويهم احترق وكان تصوير جدا جدا يعني بشع في ناس صابت فيهم فوبيا من الطياره الموقف هذا وفي ناس ما صابهم شيء صح هو على ذكر هذا الموضوع يعني بعد ما بعد ما اختفت الطياره الماليزيه بدأوا ناس وايد تتراجع وتخاف انهم هم يطيرون فيها لكن في احنا تعرفنا يمكن على الفوبيا بينها وبين القلق لكن في يعني تفريق او شو الفرق بين المخاوف وما بين الفوبيا المخاوف هي الفوبيا تندرج تحت مظله المخاوف م. المخاوف اثنين نوعين فقط قلق شديد قلق م. شديد حيل ممكن يتراوح ما بين القلق المتوسط الى الشديد وما بين الفوبيا الفوبيا هي الخوف المرضي اللي يمنعني ممارسه حياتي بشكل طبيعي نعم. يعني ما اقدر مثلا الانسان اللي خاف من الطياره ما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي، ما يقدر يسافر او خلينا نقول مفهوم السفر عنده يتغير من الانسان اللي ما عنده فوبي من الطياره. آه ال الانسان مثلا اللي عنده فوبيا من الوحده انه يخاف انه يقعد بروحه، تلاقي حياته نمط حياته تكون مختلف تماما عن الانسان اللي هو بالنسبه حقه شيء عادي انه قاعد بروحه صحيح انا اتفق في هذا الموضوع معك يعني يمكن في خبر مره قريته عن واحد ولده ولده صغير يعني كان عنده فوبيا من انه هو يطير فشنو كان يسوي لازم انه هو ينومه مغناطيسيا عشان يقدر انه هو يطير من ديره لديره ويضمن انه ما يكون عنده هذا بعض الخوف بعضهم ياخذون حبوب بالضبط هذا اللي هو ممكن الواحد يكون يتعرض له عشان يتعالج منه لكن شنو اشهر الفوبيات مثل ما احنا نقول عند الشباب جيل الشباب اشهر فوبيا بالعالم كله حتى انا قاعد اكلم المعدل أخت رندا اشهر فوبيا في العالم كله هو التحدث امام الجمهور البرزنتيشن البرزنتيشن ان فرونت اوف عرفتي اكثر فوبيا لكل فوبيا واحده اكو ثمان اشخاص يخافون من التحدث امام الجمهور أوه؟ بالضبط آه، هذه نسبة هذه نسبة رهيبة والجميع الدراسات اللي تمت تثبت أن أساس الفوبيا هذه هو النظام التعليمي عند الأطفال في نعم. المدارس عندنا مع أنه يعني إحنا قاعد نشوف في الجامعات وفي الحين تو بالهاي سكول في الثانوية بدأوا الحين أنهم يدربونهم ويعلمونهم شو هم يوقفون ويتكلمون قدام الناس يعني أنهم يعني يتخطون هذا الموضوع لكن يمكن تبدأ تزداد عندهم مو عارفين شلون ممكن أنهم يعالجونها شنو أسباب الفوبيا ممكن تكون وشنو أصلها؟ اصل الفوبيا تجربه سيئه يمر فيها الشخص، ليش ليش نقول سيئه؟ لأنه ما راح تكون تجربه جيده، راح تكون مم. تجربه سيئه، يمر فيها الشخص سواء اذا كان مثلا عنده الانسان مثل فوبيا من الأسنصيرات فرضا او من المصاعد. اغلب التجارب اللي هي فيها يا اما هو يكون طفل او ممكن هو يكون عود، بس مر بتجربه انه شاف ناس فيها هلع كبير داخل الأسنصير مم. نفسه، اللي قاعد يدعي واللي قاعد يطق واللي قاعد يصرخ واللي يدشون في حاله هلع كامله، يتبرمج عقله في هذا الموضوع انه إن إن باختصار المخ يقول الاسانسير خطر لا تدشه. صحيح فانا علشان امنعك انك تدشه شنو اسوي؟ لما يوصل الاسانسير اخليك ما تدش اجمد رجولك ازيد نبضات قلبك اخليك ما تتحرك اخليك ما تدش اخرعك عنه عشان ما تمر بتجربه انت مرت فيها من قبل. صحيح. الفك المفترس الفيلم القديم أي. الفك المفترس اكثر فيلم بالتاريخ حقق فوبيا من البحر. شلون؟ عشان الطريقه اللي كانت موجوده في من اسماك في القرش اللي تصورت وانه شلون الانسان اللي فقد ريله والنزيف اللي يعني. حاشه والرعب من البحر خلق يعني هذا هذا سجل في هذا سجل في الموسوعات الامراض النفسيه كلها ان هذا الفيلم خلق فوبيا من البحر ومن الاسماك بشكل عام صح. بشكل كبير، وايد ناس قاموا يخافون من البحر من الفيلم هذا. في ناس يتعلمون الفوبيا من اهلهم. واحنا صغار مثلا لا تروح هناك لا تروح هناك ليش؟ السعله وياكلك. أي. أي. انا استغربت من هالمعلومه وهي وراثي. ممكن تكون وراثيه هي ممكن تكون هي وراثيه، العامل الوراثي فيها انه يجعل الانسان هذا يتقبل انه يصير فيه فوبيا 30% اكثر من الانسان العادي فقط، لكن هي لا لا تورث، ما ينولد, مع الفوبيا أي ينولد معه الفوبيا. الانسان يولد مع خوفين فقط، خوفين فقط ما في غيرهم. الخوف من السقوط والخوف من الاصوات العاليه. اي خوف ثاني سواء كان فوبيا او قلق هو خوف متعلم. نعم يعني الواحد ممكن هو يكتسبه يعني يكتسبه من البيئه اللي حوالينا نعم نعم والامور ايه اللي ممكن هو يتعرض ايه لها. خلينا نشوف المدارس مثلا عندنا انا نفسي انا دخلت مدارس حكومه الايام قبل مكان المدرسه من يقوم يقون بالصف وقف سمع نوقف نسمع لما نغلط يغلط قدام الصف كله. مره بعد مره وفي بعض يعني خلينا نقول بعض الاطفال يعني مدربين على التعذيب نقدر نقول يضحكون علينا لما تصير الفرصه يطنز علينا قدام ربعه فهذا كله يخلي مره بعد مره بعد مره خلال سنوات التدريس كله خصوصاً في فترة الطفولة يترسب عنده مم. ويكبر يصير أنه يقوم عقله على أساس يحمي من هذا الشغلة ما خليك تتكلم أمام الناس أو ما خليك تبدي رأيك مم. في الاجتماع الجاي أو ما خليك حتى تقول أي شيء تريده بصوت عالي مم. لا يصير فيك اللي صار فيك من قبل صحيح يعني الواحد يعني لازم يحاتي هذه الامور ترى في ناس هم تبدا تشجع على الموضوع من وهم صغار اذا كان يخاف والله اذا كانوا مثل اخوان واحد يخاف من شيء وايد كبير يرفي أو واخوه مثلا يجيب له اياه يقطع عليه يعني إي إي إي. فعلاً. فعلاً. من سبيل اللي هو المزاح والضحك لكن ما يدرون هو شو ممكن هو ياثر عليه آه واحد من آه احد الحالات اللي حاشتني آه يعني كحاله عالجتها كان خوف من الحشرات صحيح كان يخاف من من كان يخاف من الجراد والنحل نعم <applause> وهو رجل كامل ما في عيشه لكن يخاف من الجراد والنحل لما رجعنا فيه وهو صغير شنو كانوا يسوون فيه عيال عمه واخوانه على سبيل المزاح برا بالبر ياخذون ياخذون الجراد ويحطونه بايها هناين صح او يحطونه داخل حلجه هناين يعني بعد شطانه فتلاقي لما يقومونه بصراخ لما يصرخ يحس انه في شيء بحلجه او في شيء على وجهه لما يطقه وكذا لما بالاخير قام لما لما يشوف الجرادة في الخيمه يعني يطلع ما يقعد صحيح ما يقدر حتى لمن يعني اللي تعجبنا منها بعدين طبعا الحلو في الموضوع لما نشرح له ان هذا ليس شيء لا ي... بد انك تعيش معه طول عمرك لكن ممكن انه يعالج ويذهب للأبد لان الفوبيا هو تعلم دام هو تعلم انه يخافها ممكن يتعلم انه يتخلص منها او انه ما يخافها نقدر نقول صحيح يعني الواحد يعني متى ما عرف اسبابها وشو ممكن هو يبدا يعالجها راح يبدا انه هو يعرف وين يحلها لكن ترى هني اعتقد تحتاج لاراده من الشخص نفسه انه هو يحلها يعني في ناس تقول لك يعني عندي هذه الفوبيا وخلاص مستحيل ان انا اتخلص منها لو شنو ما حاولت لأنه عندهم هذه الاعتراف. المحاوله بعضهم يخشون الاعتراف واحنا للاسف عندنا صار في تابو في خلينا نقول في الشرق الاوسط او في الخليج لما انا بروح حق واحد انه يساعدني عيب <applause> معناته إن انا مينون او إن انا مو مينون انا ما فيني شيء في للاسف هذه اللي يسمونها احنا البرمجه الاجتماعيه اللي الناس تبرمجت عليها انه ما يروح حق الشخص المختص في المساعده هذه سواء كانت نفسيه او اجتماعيه او غيره الا اذا انا فيني شيء قوي او اني انا اكون <applause> مينون او إن انا لكن هذه لا انا مو مينون عادي وخوف وكل واحد عنده شغله هذه في يعني مثل ما نسميه بالكويت يقص على عمره عشان يتعايش مع الوضع لكن ولكن <applause> التخلص منها بسيط التخلص. انا ما اقول التعايش معها بسيط لا التخلص منها بسيط صح احنا اكيد يعني راح نخصص لها وقت شو ممكن الواحد يعالجها لكن يعني هل في فوبيا طبيعيه ولا ممكن تتحول هذه الفوبيا لمرض نفسي ممكن احنا نقول كتعريف الفوبيا هي مو مرض نفسي هي هي عله تجعلنا لا نمارس حياتنا بشكل طبيعي لكن هي مو مرض نفسي لا وفي فوبيا طبيعيه يعني الواحد مثل ما شيء طبيعي يخاف الفوبيا دائما تمنع من ممارسه حياتنا بشكل طبيعي هذا كتعريف لها الفوبيا تمنع من ممارسه حياتنا بشكل طبيعي لكن المخاوف هناك مخاوف طبيعيه صح المخاوف مثلا أه الوحده من, اقوى الغرائز عندنا غريزه البقاء انا ما اقدر اعبر الشارع لما عمي طالع يمين يسار عشان اتاكد اني انا راح اعيش ما راح اموت وتدعمني سياره فعلشان فل... قبل لا اعبر الشارع يصير في قلق داخلي هل انا راح اموت راح تدعمني سياره طالع يمين يسار ماكو ما سيارات هني اقدر اعبر ولكن يعني هذا هذا شيء طبيعي ولكن اللي يمنعني اللي امارس حياتي بشكل طبيعي ان انا اوقف وما في سيارات لكن داخل مخي يشتغل فيلم اللي صحيح. هو السيارة دعمتني شو راح يصير فيني شو راح أموت شو راح أتطشر إذا ما مت شو راح أعيش شو راح أعيش مشلول هل راح أعيش ما عندي ريول هذا هنا لا يصير شيء مو طبيعي نقدر نقلله آه الفوبيا خلينا نقول الخوف الطبيعي اللي يجعلنا نحرص ان نمارس الشيء اللي نخاف منه ولكن ما نتضرر منه. صحيح. آه نرجع مثال المساء احنا قلنا مثال المخاطبه امام الجمهور. كل انسان قبل يطلع يتخاطب من الجمهور لازم يكون متجهز، اذا ما كان متجهز راح يخاف من داخله، زين الماده انا هذه ماني فاهمها، شلون أتكلم فيها؟ ها اوكي، الخوف اللي داخلي هذا علامه أن تجهز لا يصير فيك شيء مو زين، لا ينضحك عليك، لا باكر ما ينقونك، يعني. حرص، شكرا انت قلتيها بالضبط. ان انا ادش اتجهز الماده هذه، مثل ما تجهز عندها راح يخوف عندي القلق شويه. نفس الاجتماع الامتحانات الفاينل كلنا مرينا فيها وما نمنا وقهوه وحالتنا حاله وندش ودينا تعرق يطلع الامتحان وان شاء الله يطلع سهل اذا احنا مو جاهزين له غالبا راح نخربط فيه اذا احنا جاهزين له وقلقين زياده عن اللزوم بطريقه خلينا نقول ما تساعدني هم راح اخربط فيه فالحل اني انا اكون قلق بدرجه تخليني على قولتهم اني انا ابي ابدع بالامتحان ابي قلق نسميه قلق مفيد يخليني أسيطر أدرس على يعني ممكن أنا أكون أسيطر على هذا الخوف أن أنا أتحدى أن أنا أقدر أن أنا أسوي هذا الشيء القلق يكون الدافع حقي مول يمنعني اللي يدافع حقنا انا ادرس يدافع حقي اني انا اجيب درجات عاليه يدافع حقي اني انا اكون مصحصح حق الامتحان لكن في نوع القلق الثاني اذا زاد هو نفس القلق اذا زاد يمنعني انام بالليل يمنعني اني اكل عدل يمنعني اني انا ادرس عدل يمنعني او خلينا نقول يحدني من ممارسه عادات سيئه مثل التدخين او السجاير الزياده عن الحد او الكافيين الزايد عن الحد بحيث انه ما اقدر اروح ادش الامتحان انا مكربن ما اقدر اسوي فيه ولا شيء القلق هذا اذا زاد لابد ان يتم علاجه علشان يسم يتم تصوير الرد للقلق الطبيعي اللي يساعدني. لاحظوا اذا انا ما فيني قلق خلينا نقول الانسان ما في قلق نهائيا نزلنا للزيرو في طريقه انه ما نزلنا للزيرو راح اعبر شعر ما طالع من يسار راح احضرني انا. صحيح آه راح اني انا ادش الامتحان آه ولا لا عادي ان شاء الله زين انا فاهم طول السنه انا حاضر مو أنا ادرس ادش ابط على وجهي فالقلق لابد انه يكون آه نسبه نسبه طبيعيه الواحد نسبه ممكن طبيعيه هو. تجعلني انا امارس حياتي بشكل طبيعي لكن تحدني اني انا مثل ما تقول أبدع فيها أكثر من يعني أن أكون مهملها، صحيح. إذا ما في قلق راح أصير أنا مهمل صحيح يعني هذا ممكن نحن نسميه قلق ايجابي الواحد يبدا يكون عنده يعني تخلص من مثل ما انت قلت مشاكل كثيره سواء كان قلق من الامتحانات البرزنتيشن ايا يعني كان هذا شيء طبيعي هو يعني. قلق الايجابي صحيح بالضبط يعني يمكن قبل شوي قبل لا نطلع وقلت قلت لك انا ما عندي فوبيا احس احس ان انا ما عندي فوبيا من شيء فهل هذا طبيعي او لا؟ هذا طبيعي فشلون ممكن الواحد يعرف اذا في فوبيا من شيء معين أوه. او لا؟ صدقيني راح تعرفين راح تعرفين الانسان اللي فيه فوبيا اللي في فوبيا مثلا من القطاوه او من, أو من انا, أنا عندي اخت وايد تخاف عندها فوبيا كبيره من القطاوه يعني اه انا جاتني يعني واحده الاخت عندها كان فوبيا من الحمام أهم اختي الثانيه وطلع إنه فعلا لها مسمى علمي هو والخو... نسيت الله اللاتيني بس في خوف من الحمام فوبيا من الحمام فاللي فال... قلت لها زين شلون تعرفين اذا جاتك الفوبيا؟ كان تقول لي مجرد ما انا شوف الفوبيا فعلا مسماها صحيح خوف مرضي ان لما تشوف الحمامه من ورد الدريشه انا يعني انا ببيتنا ساكن بالدور الثاني من البيت وماخذ الدور كله فبحديقه بيتنا عندنا نخل وايد فدائما لما نقوم الصبح احب تريق انا بالصاله اشوف الحمام واكبين على الدراشه وكذي كل ما اشوف الحمام اتذكر سالفتها لان تقول لما اشوف الحمام من ورا الجامعة اخاف انا يعني انا ادري ورا الجامعة والجامعة عكسه ما قاعد اشوف الحمامه والحمام بريئه مسكينه ما لها شغل الحمام مكان مسالم جدا يعني بس تقول لما انا اشوفها تقول انحاش ادش داري واسكر على روح الباب مع ادري ان الحمامه برا البيت صح. فاللي فيه اللي فيه الخوف مثلا منك قطاوه آه، اللي فيه خوف من الشلاب من نتيجه تجربه سيئه يعني آه، احد الحالات اللي مرت علي كان في خوف قوي من الشلاب خوف آه. شديد شديد حيل من الشلاب نتيجه هو يذكر ليش لما كان عمره ست سنوات هجم على كلب عض على ريله لما لما سحب ريله قال شفت الدم بحلج الكلب ولما الكلب كان موجود بين جيرانهم الشلب كان شرس يعني شرس او مم. مو مناسب انه يكون قاعد بمنطقه سكنيه يعني نعم فلما نعالجه ريلا يقول ظليت بالبيت اسبوعين وعندي 12 ابره قزوها ببطني كل يوم وكانت تجربه مريره جدا يعني فيقول الان وانا عود عمري 44 سنه يقول لما اشوف الشواول الصغير, الصغير هذا ايه؟ يقول ما قاعد بنفس الغرفه معه صح لان تعرض لهذا الموقف في ممكن انه هو يتذكره ويتخيل ن... ان هم كلهم نفس شنو هدف إنه... الفوبيا بالنهايه تذكرين شنو قلنا؟ حمايته صحيح فالمخ يعمم المخ بشكل عام يعمم فيقول انا ما راح احميك من الكلب هذاك بس اللي عضك كرم السامع راح احميك من جميع انواع الكلاب صحيح فالواحد يبدا يربطهم من ال... عشان بالضبط يربطهم كلهم ما دام انا كلب يساوي شيء مو زين صحيح آه العقل دقيق جدا جدا دقيق في احدى الاخوات آه تخاف من القطاوه كانت م. بس ما كانت تخاف من النمر صح لانه يقول التجربه اللي حاشتها مع القطوه لما بطلت بكرامه الزباله نزلت القطوه بوجهها كانت محكوره داخل الزباله. ما له علاقه هذا في تقول حتى تضحك تقول انا ما اخاف من النمر مربين إيه في بالبيت عندهم. اه. انا ما اخاف من النمر بس اني اخاف من القطوه. لما يعني تجيب لي قطوه راح اخاف تجيب لي ما اخاف منها. فالعقل دقيق فالسبب اللي الواحد انه يمر بالتجربه السيئه هذه فيقوم في العقل انا ابي احميك انك انت ما تتعرض لها مره ثانيه، شلون احميك عنها؟ ابعدك عنها، شلون ابعدك عنها؟ من خلال الخوف، من خلال الخوف والقلق اللي ممكن هو يصير عنده عند إحنا اكيد راح نستمر في حوارنا وش نتعرف على الفوبيا اللي ممكن تكون أسباب أكثر وشو ممكن هو الواحد إيه على جاكي المشاهدين من بعد هذا البريك اللي يصير. بعد هذا الفاصل ومستمرين في حوارنا حول الفوبيا وشن هي أسبابها وعلاجاتها وممكن يعني قاعد نطرق لهذا الموضوع عن طريق الأسباب والحالات اللي ممكن تكون قريبة مع الأستاذ سعود الفرحان لكن هل ممكن تشوفنا البيئة الخارجية أو الظروف الحالية اللي قاعد نعيشها ممكن تسبب لنا نوع من الفوبيا يعني يمكن قبل شوي ذكرنا سالفة الطائرة الماليزية وأن قاموا يروحون في الطيارة ذكرت لنا موضوع اللي هو الأفلام وشون هو بدأ يسبب عليهم فهل ممكن هو يأثر؟ الـ الـ علشان الواحد يحوش الفوبيا لازم يمر في تجربه آه فيها مشاعر عاليه مثل ما قلت تجربه يسمونها مشا... يعني هاي ايموشنال ستريس انه يمر فيها وغالبا اللي يعيشون الحدث نفسه هو اللي يصيبهم الفوبيا آه، سواء يعيشونه بعقلهم او بالواقع لما اقول بعقلهم اقصد من افلام او من ان احد يسولف في السالفه بحماس عظيم مم. بحيث انه وهو قاعد يسولف في السالفه يعني احنا نسميها هذه ناشرال بورن هيبنتس منوم مغناطيسي مولود بالفطره انه لما يسولف في السالفه ياثر عليه فاحنا نتخيل الحدث وهو قاعد يسولفه او ان احنا نكون نشوفه بفيلم أخراجها قوي اخراج الفيلم انه يكون مبدع بحيث انه ممكن إنه ياثر عليه مثلا في الوقت الحالي الافلام فيها اخراج صناعه السينما في هوليوود الافلام ممكن نبين الاخراج ركيك ما نصدقه بس اذا الاخراج وايد واضح ممكن احنا نتعامل معه ونتفاعل وياه هذا ممكن يخلق الفوبيا ولكن ان نسمع مجرد اخبار او نقراها بجريده او ان نسمعها عن واحد سولف السالفه بطريقه جدا عاديه ممكن تولد عندي نوع من انواع القلق بس ان استبعد انها تكون فوبيا لان الفوبيا لابد انه يعيش انا فيها مشاعر عاليه جدا. أه، واحده من اهلنا كانت تسولف لنا سالفه انه شلون انباقت أه، إن في لندن. انه هي طالعه بالليل ولابسه جنطه ماركه فلانيه وجوته ماركه فلانيه وكل شيء كان ماركات مم. وبالليل بروحها الساعه 11 وهي قاعد تمشي نزلت تحت جسر وطقوا حرامية وباقوها فكل ما تسولف السالفه أحد يعني قام يقول نخاف نخاف نمشي بلندن بروحنا. بلندن بروحنا نخاف نمشي بلندن بروحنا في في ناس اخرين انه ممكن يسولفون نفس السالفه بس انه ما ياثر فيني. فما يولد حتى عندي انا ما يولد عندي انا نوع من انواع الخوف ان انا اسوي نفس اللي هم سووه. لا استبعد ان انا امر بنفس التجربه اللي هم مروا فيها. فيولد عندي نوع من انواع القلق البسيط يسمونه يعني تو يعني ستريس لكن مو مو ستريس انه يعني يمارس حياته بشكل طبيعي او انه يوصل الى درجه انه يكون فوبيا. صحيح بس يعني على ذكر موضوع الافلام والسينما بهوليوود شو ممكن هي التقنيات يعني يمكن مان ان بلاك يعني الفيلم آه يعني انا وايد اصدق يعني احس ان انا اصدق انه في يعني عايشين بينه صدقيني بروحك مو <applause> بس احس ان انا يعني ما راح اخاف منه اذا شفت اصلا يعني ودي انه صدق اعرف اذا في يعني اذا ممكن هذا ممكن انا أرافقه وما عندي اي مانع يعني ترى إيش شفت شلون؟ يعني مع انه يعني شلون يصير عكسي على الشخص نفسه يعني إيه يصير إيه ترى بجانب ايجابي يعني يعطينا لمحه من جانب ثاني، في ناس لا تتاثر مثل ما انت قلت ويكون عندها قلق وايد كبير من هذا الشيء، يعني شلون اذا كان في منه يمكن صح اذا في بيننا ناس كذي ولا لا، فتسبب لهم اكيد قلق كبير. اللي سمو... هذا اللي يسمونه البارانويا بعد، م. ان انا هل انا بروحي؟ هل في احد قلق تحركاتي؟ هل رفيجي فعلا رفيجي؟ <applause> انا في ال... في أو... أو... ام يعني صديقه صديقه عزيزه علي مو كويتي انجليزيه تقول عيالي ساعات يشكون ان انا امهم او ان انا الين لابسه ملابس بشريه وان انا امهم ولا ساعات يطلون علي يشوفوني عقب ما شافوا نفس الفيلم صحيح في الفيلم. اللقطه اللي يفسخوا فيها ال... ايوه اللي يفسخون يلد ال... اللي يلد الانسان يطلعون مخلوقات غريبه نعم <applause> يعني الاسباب كثيره ممكن تتعدى سواء الواحد تعرض لها من هو صغير سمعها او ممكن تعرض كبير وهو كبير بعد ايه مثل ما انت قلت يعني في فوبيا ممكن تكون مكتسبه على سن وايد كبير يس اي ايه. ايه؟ 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 ايه في ايه في اذا ايه الانسان مر في تجربه فرضا اتذكر ايه حاله اي في الاخت جاتنا ايه ايه. ايه بالمركز انه ايه قامت تخاف تسوق سياره ايه. ما كانت تسوق سياره كانت ودي تقول انا مودي عيالي المدرسه وتشوف قدامي حادث ثلاث سيارات وظهرنا كان حادث وايد قوي ايه. وشافنا قدام عينها تقول وكملت رديت بيتنا وصلت ايانا المدرسه ورجعت أيه. البيت وكل شيء من يومها وانا خاف أن اركب السياره قررت ان هي ما تسوق <applause> زوجها شرى لها سياره جديده غاليه مم. على اساس انه بيحمسها انها تسوق السياره، السياره ظلت صافطه ثمان شهور سياره جديده بشياستها ثمان شهور صافطه ما سا... ما ما ساقتها لما حضرت واحده من الجلسات الحين هنقدم نقدم جلسات ال... يعني اليوم ن... ل... مثل ما قلنا نعلمهم شلون ممكن يعالجون نفسهم بنفسهم يعالجون اللي يعز عليهم. فطلعت على اساس من الناس اللي نطبق عليها التكنيك على اساس الموجودين يعرفون عقب فتره اتذكر كان في وقت بالشتاء ان كانت كان مطر او شيء كذي وولدها اصر انه يوديها توديها حق مكان اذروايز ما راح يوديها الاسبوع الجاي ولا اليوم البريك مالي لا توديني فمن اروع الامور اللي صابتني يعني بالواتساب صوره هي مصورة الشارع كان مطر وكان سحتني مطر قوي وطرشتني قاعد يقول الحين قاعد اسوق السياره فقلت لها الامر الامر بسيط لأن انا مو طبيب نفسي وانا م انا يسموني انا ال الاسم العلمي حقي انا نيورو لينجويستيك بروجرامينج براكتيشنر يعني انا ممارس خلينا نقول ولان واصل المسار ال لدرجه الماستر براكتيشنر هو الماستر ليفل اللي هو المتقدم م. انا ماني معالج نفسي فلما اطالع المشكله ما تهمني جذورها كثر ما يهمني انه شلون انعكاسها على العقل والجهاز العصبي اي موقف يحوشنا يتفلتر صحيح سواء كان فوبيا او غير اي موقف بحياتنا يتفلتر فهو مو الموقف بحد ذاته اللي انا اقيمه ولكن كيف انا اشوف الموقف صحيح. ففي ناس مثلا يشوفون المطر انه رزق وقت قبول الدعاء وتنظف الجو والامور هاي كلها في ناس يقولون الشارع يسكر والحين هذا اللي بيشفطون بالشارع والحين بيصير في حوادث وتنقطع الكهرباء وبيصير في غرق هو نفس الموقف ما تغير ولكن يسمونه البرسبشن مال الموقف نفسه هو اللي تغير صحيح فاحنا إن كمدرسه سوسايتي بروجرام المدرسه اللي انا اتبعها ننظر للموضوع من شلون العقل يشوفه، فاذا غيرنا شلون العقل يشوفه راح تغير رده الفعل الكيميائيه للجسم كله والكهربيه للعقل. فنحن نسوي لما نفهم انت ليش تشوفين شو اللي ضايقك انت كل ما تفكرين بقياده السياره مثلا سالفه الاخت تقول اشوف الحادث نفسه الناس تعوروا وجامات تكسرت تشوف عيالي يتصفطون داخل السياره يشتغل مخ... مخ يشتغل في فيلم قوي. فنقول اوكي لما نغير تجاه الحدث هذا شنو تشوفين؟ راح تغير رده الفعل نفسه فراح يروح الحدث راح يروح العرض نفسه. صحيح هي مثل ما احنا نقول ممكن تكون صوره ذهنيه تظل راسخه عندها بعقلها فهي يمكن تكون خوف انها ما تبي تشوف عيالها مثلا في هذا الموقف yes. مره ثانيه فعشان تدي يسبب عندها هذه فوبيا الكبيره بالضبط. بالضبط. في حالات وايد غريبه انا سمعت عنها يعني فوبيا من الفول السوداني اللي هو اللي يكون آه فوبيا من اللون الفسفوري معناه وايد غريبه عندي فوبيا من تشيس النايلون فشنو أسباب هذي شنو اسباب هذيل الثلاثه شيء وايد غريب <applause> شوف هي الاسباب تتغير من من شخص لشخص لكن ولكن اللي اقدر الاغلبيه يخافون من المكسرات بشكل عام لما يقرون عن اعراض الناس اللي تحوشهم حساسيه ومكسرات الاعلام عندنا ما... الاعلام ما يقصر، التلفزيون والاعلام والجرايد والاخبار اللي تتو... ما يقصرون في لما يوصلون المعلومه بشكل دقيق جدا، مثلا يقول لك انا ورا يصير حساسيه من الفول الس وايد ناس حساسيه من الفول السوداني. صحيح فلما ياخذون شنو عطر الحساسيه اللي تصير فيه؟ الاختناق، تنتفخ الوجه، و... أيه. تتسكر ينت... القصبه الهوائيه، العين تصير حمراء، الخشم يتسكر من داخل، الجيوب الانفيه تلتهب، أيه. فيقولون اوكي انا ما له داعي خلاص انا ما باكل الفول فول السوداني، مول. أيه. مول. مول مو مو غصب يعني. صحيح في ناس مثلاً خال... اللي من الغالب يخافون من التشيس من يسمعون عن خطر الكيس على الاطفال صحيح على الاختناق اللي يصير وكذا والافلام نشوفهم انه يحطون تشيس يركبون حتى, و... حتى الرسوم المتحركه ممكن هي تسبب حتى عند الاطفال الرسوم المتحركه كبير. ممكن تكون جريمه بحق الطفل اصلا مم. ممكن تكون ح... خصوصا حتى يعني انا واجب اتكلم في الموضوع هذا مم. الرسوم المتحركه تغرس قيم وما بقول اخلاقيات مو, مو مو موضوعنا لكن تغرس قيم ومخاوف ما لها اي داعي عند ليتل ميرميد تذكرين شفناه ب 93 او 94 في القديم مال ديزني في لقطه جدا قويه اللي يعني قويه بشكل نيجاتيف انا بقول بشكل سلبي بس انت ترى كان عمري صغير فما راح اذكر عمري سنتين في لقطه انا اتذكرها البنت الميرميد تقول حق ابوها يبرا تحكم فيني انا ماني ياهل عمري 16 سنه شنو القيم اللي صحيح. اللي قاعد تغرس حق ترد على الابو بالشكل هذا وكذي علشان واحد بشري هي حبتها او شغله مثل هذه آه غير كذي آه تنقل دائما الرسوم المتحركه عند الاطفال تنقل القيم اللي صنع القصه هذه ومو شرط تكون هذه احسن قيم عنده صح. ممكن تخلق مخاوف في بعضهم بيرفكت في بعضهم بالعكس ممتازين جدا آه لكن في بعضهم لا لان آه انا في بعض الرسوم احنا بعض الرسوم فيها اللي تكون مخصوصا الرسوم الاسيويه اليابانيه نعم. فيها جزء من الثقافه اليابانيه هي فيها تكون شوية من الصغ... ممكن عنف مو شويه وايد نعم. فيها دم فيها جنس فيها قتل فيها فيها بوق أوه. فيها اغتصاب فيها سوالف في هذه كلها ولكن نعم. نعم. احنا على بالنا هذه كرتون مره حق اليها العادي فيكبر في طفل مثلا يخاف من الشرطه في خوف يسمونه فير اوف فيجرز اللي هو الخوف نعم. من اي واحد عنده كنترول عليه سواء كان شرطي او مدير او مدرس او حتى موظف في جهه حكوميه نعم تلاقون مثلا لما يكبر يخاف من الشرطه لأن الشرطه المفروض هو يكون صديق صديق الشعب يعني هو اللي يخدمهم في ناس هذا هذا النوع من الخوف يجعله انه يخشى انه يروح مكان بروح يخلص معامله لما يكبر صحيح يعني من صغير شون هو صغير شلون هو بدا ياثر يعني احنا نتمنى من الاهالي انهم يبدون يحرصون على الرقابه الزايده على الرسوم المتحركه الرسوم المتحركه العاب الفيديو الاغاني اللي تنسمع الانترنت الجهات اللي هم يدشون فيها الصفحات اللي يدشون فيها بالضبط يعني ممكن هي تاثر عليه حتى لما يكبر لما يصير اكيد في عمر كبير ممكن يكون حتى واعي يدري ان هذا الشيء ما راح يخافه لكن يظل إنه راسخ بذهنه من هو صغير صح شون ممكن الواحد يعالج هذه الفوبيا عنده خصوصا احنا كجيل الشباب اذا بتكلم انا بتكلم عن الخوف الفوبيا مو بس الفوبيا. الـ الـ الخوف طريقه علاجه طريقه علاجه ان اغلب اماكن الخوف اللي يحوشنا كقلق طريقه علاجه انا اتجهز انا حق شنو ابي اسوي. لان شنو يصير القلق شنو يشتغل؟ يشتغل اوكي انا ابي اروح اني انا ابي اقدم المشروع الفلاني راح يطلع داخل مخي صوت زين بالله الرفض ايش تسوى عليك؟ ينقص لا تسويها ايش لك في السوالف هذه؟ واحد مثلا عنده مقابله تلفزيونيه بيروح يبي يقعد انزين الله طفت الكهرباء عليك بالله ما عرفت تجاوب سؤال ايش بيصير فيك يقعد بيكم املك دائما يحط على الجهه الجهه شيء الامن يحط داخل دائره الراحه ولكن اذا ما طلع من دائره الراحه هذه ما راح تطور الانسان نفسه ما راح يتطور. فا اوكي لما واحد من حوش الشغله هذه يحوش الخوف او خلينا القلق ما بتكلم عن الفوبيا الحين، بتكلم عن القلق، اسال نفسه شو ممكن انا اسوي عشان اتخلص من هذا القلق؟ اسال نفسك الاسئله صح راح تحوشك الاجابات الصح. فرضا أن المشروع انا هذا بيقدم بالله رفض، انزل شلون أخلي مور انتايسنج؟ شلون أخلي المشروع يلاقي قبول اكثر؟ نعم. اكيد في شغلات انا اقدر اضيفها عليه او ممكن شلون ممكن اجهز حق القائد الدرس هذا؟ آه. اوكي انت بتسافر بالله طاحت فيك طيارة معود سمعت الطياره اختطفوها بالله اختطفو طيارتك شلون يعني ايش بتسوي؟ إنزين بالله ما اختطفوها ايش كثر راح استانس؟ شو راح اسوي؟ شنو النسب اللي ممكن تتخطى فيها الطياره طايره من الكويت فرضا حق هيثرو وحق بوسطن او نيويورك او اورلاندو او دبي او اي مكان ثاني مقارنه <applause> إني لو اختطفت شنو ممكن يصير فيني؟ شنو انا قاعد ما امر على او افقد اذا انا ما اذا انا استسلمت حق خوفي هذا؟ نعم يعني ممكن تكون الاسباب اللي الواحد بدا يحط اسبابه ويحلها ويكون يحط لها يحط لها بلان بي بلان اي بلان سي اي ممكن أكان. انه يتخذ جميع الاجراءات اللي تخلي الموضوع أك... يعني نسبه نجاحه اكثر في النوع الثاني انا حاطه وانا حاطه بالبكات بالحل بالمدونه عندي اي على طاري المدونه يا ريت تذكر بالضبط الويب سايت الخاص فيها وفي معلومه مهمه جدا في المدونه يا ريت تعطينا تفاصيل صغيره شو هي المدونه انا انا كاتب مدونه سعود ساود لمتلس اس اي يو دي ال ام اي تي ال اي اس اس دوت بلوج سبوت دوت كوم بتطلع ان شاء الله عند الجماعه آه حاط فيها انا طرق التغلب على الفوبيا والمخاوف خطوه في خطوه نعم. حاط اول شيء شلون المخ يشتغل كلا وعي ووعي ويعني كمقدمه بسيطه عنهم ومن ثم حاط طرق التخلص من الفوبيا والقلق خطوه بخطوه ممكن الواحد اذا هو قاعد اذا دش على المدونه هذه نعم. بمجرد ما انه راح يدخل عليها راح يشوف طرق الحل كلها خطوه بخطوه شو ممكن نسوي لان تقنيات وايده على حسب الحاله على حسب حدتها آه الـ آه الـ و ولكن القلق انا انا حاط في, الـ في الـ التقنيه ما تغلب على القلق انا حاط ان الطريقه انه ممكن شلون نشعر اوكي واحد يشعر بالقلق يشعر فيه بجسمه صحيح ما راح يشعر فيه بمخه او شيء القلق يحس فيه مثل يقول انا احس انه في بطني يسمونه باتر او انه احس ان قلبي قاعد يرقع آه هذا كله لان جسم الانسان هو مثل دار الكهربائيه لابد ان يكون في مشاعر قاعد تدور اللي هي نبضه كهربائيه مع خلطه كيميائيه تعطي هذا الشعور نفسه اذا عكسناه بفكرنا <applause> بذهننا وانا حاط التقنيه هذه وجميع التقنيات الموجوده ترجع حق دكتور ريتشارد باندر انا تشرفت انا <applause> عن درست عنده وتعلمت عن التقنيات هذه وانا <applause> كاتب هالشيء هذا بعد المدونه انه ممكن يتغلب عليها. وايد ناس للاسف عندهم ان انا اطلب مساعده من واحد مختص صحيح. اي شيء له علاقه سواء طب نفسي او غيره ان انا مينون فانا الجزء انا حطيته في المدونه هذه الواحد عشان تلاشى الحرج ممكن يطبقها بنفسها وانا وايد فيني ايميلات انه شكر انه طبقوها وتخلصوا من شيء كان عايقهم 8 او 11 او حتى واحده من الحالات كان 22 سنه اه يعني ممكن تستمر سنين طويله لكن الواحد لازم انه هو يعني يلجا للشخص المناسب في مساعدته في حل هذه الفوبيا لان ممكن هي تكبر وتاثر عليه من الناحيه الاجتماعيه اكيد والنفسيه اليوم شرفنا وتكلمنا عن هذا الموضوع جدا مهم للجيل الشباب اكيد الاستاذ سعود الفرحان وهو ممارس متقدم معتمد في البرمجه اللغويه العصبيه ومعالج متقدم بالتنويم الايحائي حياك الله وشرفنا مره ثانيه. الله شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقرات رايكم شباب من بعد هذا البريك. اودا بعد هذا الفاصل في اخر فقره من رايكم شباب موضوعنا عن الفوبيا وصلتني وايد تعليقات على تويتر لكن اكيد راح اقراها بعد شويه، الحين راح نتوقف لدقائق مع تقرير خاص لطلبه الجامعه الامريكيه وكانت لهم زياره خاصه لمجموعه الراي الاعلاميه فشنو الانطباع اللي اخذوه عن العمل الاعلامي في هالتقرير وراجعين. السلام عليكم معاكم الطالبة جازي العيسى من الجامعة الأمريكية تخصصي الإعلام واليوم هنا جولة حق الراي علمونا كل شيء بدقة وتفاصيل وصراحة كان يعني كان شيء وايد استفدنا منه كلنا لأن غير لما أكون قاعدة بالصف وأسمع عنه وغير لما أي أشوف وطالبة طالبة اسمي رانيا الصباغ وأنا دلوقتي بدرس في الأمريكان يونيفرسيتي أوف كويت إن شاء الله هتخرج بماس كوميونيكيشنز أند ميديا النهاردة بروفيسور أكبر جايبنا الراي تي في الاستوديو هنا عايزنا نشوف الجانب الإعلامي إن احنا نجرب نشوف إزاي يعمل إعلام بجد وصراحة أنا استمتعت كتير جدا وبجد دلوقتي بقيت شايفة هي هتبقى إزاي وأقدر أتخيل أكتر وعجبني ان شاء الله تخفيف أنا اسمي جلال الدوسري وتخصصي ماركتينج ماخذة مبادئ ما الإعلان مع دكتور محمد أكبر بجامعة الأمريكية وهذا الفيلد تريب حق تلفزيون رايد وايد وايد استفدنا منه لأنه ما توقعت إني راح أشوف هالكثر يعني يعني يتكلمون عنه بالكلاسات بس ما شفته بعيوني ووايد استفدت من هالشغلة وتعلمنا شلون صايرة التسعيرات على الإعلانات سواء كان على التلفزيون ولا على الجريدة ولا على الطيارات فكان وايد شيء مفيد لنا وعطونا جولة على تلفزيون الرأي والمواقع اللي هني وصراحة شيء يعني على مستوى انا دكتور محمد اكبر تخصص اعلام وادرس طبعا مجال اعلام وهذا طبعا الكلاس اللي جايبه اليوم الفصل وفصل متخصص في مجال الاعلام وانا دائما انظر الى تلفزيون الراي جدا يعني محطه محطه جدا مهمه لطلبتي لان الطلبه هنا يتعلمون اشياء جديده وهذه على المدى البعيد ودنا نحن طبعا نزيد تعاوننا مع تلفزيون الراي لان على طبعا حسب خبرتنا وتعاملنا مع تلفزيون الراي تضح أن الطلبه ظهورهم في برامج تلفزيون الرأي وايد استفادوا الصراحه وانا اعتقد هذه من ناحيه مهنيه وعمليه جدا مهمه جدا مهمه للطالب انه يتعرف على الواقع اللي قاعد يصير عندنا هنا تلفزيون راي الأستوديوهات الشغلات الكاميرات والتصوير هاي جدا مهمه وانا اعتقد يعني ان شاء الله ودنا نحاول نفعل الدور ان نخلي نستضيفهم ان شاء الله عندنا بالجامعه في عندنا في يعني طبعا في ندواتنا نستضيفهم طبعا اليوم الطلبه كانوا والله جدا مسرورين تعلموا اشياء جديده عن الدعاية والاعلان وتعلموا اشياء يعني اول مره يسمعونها لان لان تلفزيون راي طبعا لهم سمعه عريقه في مجال الدعايه والاعلان وهذا مو انا طبعا اقوله لان لان هم مستواهم بالكويت انا اعتبر تلفزيون راي من اقوى من احسن المحطات التلفزيونيه الخاصه في مجال الدعايه والاعلان. رجعنا بعد التقرير وشفنا طلبة الجامعة الامريكية شلون كانت لهم جولة في مجموعة الراي الاعلامية. راح اقرا الكومنتس بشكل سريع على تويتر. اروى ديفا تقول عندها فوبيا من شكل اللحم انه تقول احس شكله مرعب يعني مثل مثل ما تشوفها في الافلام اللي كلها تكون دم وتوصل الفوبيا عندها انها ما تحب تطبخ كلش اللحم. حيدر يقول عنده خوف من الاماكن المرتفعة ويقول اتمنى ألقاها حل لان اللحم ما لقاله. وواحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة أربعة تقول أنا عندي فوبيا من الأماكن المرتفعة بعد وعندي فوبيا من ركوب الطيارة تقول مرة شك بشكل مو طبيعي وشكل يضحك هديل تقول عندها فوبيا من الحشرات القارصة والظلام والأماكن المغلقة وتقول لحي ما لقيت حل لهذا الخوف يعني أتمنى تزورون الويب سايت الخاص فيه الأستاذ الأستاذ سعود وتعرفون شو ممكن الواحد يحل هذه الفوبيا هاك تقول عندها فوبيا من الحيوانات واي حيوان ثاني ممكن هي تشوفه او يكون موجود معاها في البيت، الفوبيا والخوف ممكن يكون مختلف ومتنوع لكن الواحد ضروري يلقى له حل عشان لا يبدا يكبر وتنتقل ليه تصير مشكله جدا كبيره عنده في المستقبل، اليوم كانت هذه حلقتنا ان شاء الله تكونون استمتعتوا فيها، نشوفكم على خير يوم السبت على نفس الموعد، مع السلامه.